يسعد صباحكم يا احلى متابعين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بفلوج جديد. فلوجنا اليوم راح نروح بيه للاوكشن، ووراها نرجع على سجاده يكمل سياره خطيبتي، وراح نشيك شو مسوي بيها هو وصديق. بس ارد اوديكم للاوكشن وياي هسه حتى نشيك كم سياره، واكو سياره كلش مضحكه وكل السينمائيه راح اشتريها ان شاء الله بهذا المزال. واريد اي واحد عادي ياخذ راحته، يريد يزيد عليها هاي خلي ياخذ راحته، بس انا هاي السياره راح تكون لي وراح نتونس بيها وياكم. خليكم وانا حتى نلتقي بالاوكشن. ليتس جو. وهسه يا اصدقائي صرنا جاهزين حتى نفوت الاوكشن ونشيك السيارات ونشيك هاي السياره اللي انا جاي عليها. بس مو ضحكون علي من اوقع فلوس، مو قصدي اقول من اطلع السياره هاي، مو ضحكون علي، قمت اوقع فلوس بالشارع ما ادري ليش. شنو هاي وضعيتهم تمام الشباب هنا؟ طبعا هسه سألت على السياره مالتي فدقت ستاك نمبر وراح اروح اطلعها. شباب هاي البي ام الاكس 6 كلش حلوه، ضربتها خفيفه من قدام. هسه اشوفكم اياها كلش بداخلها، حلو بقى داخلها، كلش حلو داخل، تقريبا مشمشي وبيصاج حلو صاير وياه. ضربتها بس هاي حلوة ضربتها والله، بس هاي لحد الآن موصلة 8000 دولار السيارة، تدرون بهالشي؟ بس أنا دا أدور سيارتي دلتني ومن دليتها، ما أدري سيارتي وين. شباب لقيت هالسيارتي وأخيرا راح أرفع لكم الكاميرا. Let's go. شباب اعطينا رأيكم بالكومنت كليتكم، إيش قد راح يقول بدر اشتري هاي السيارة؟ أنا راح أشتريها، وإيش قد ما يكتبون لا تشتريها ما راح أشتريها، بس راح أمشي على أكثرية والله العظيم. راح أشوفكم داخلها، داخلها أحمر حلو كله قماش. شباب ترى السيارة ما بيها ضربة غير التاير، طلع هاي هنا مضروبة بالتاير السيارة، غير هذا الشيء بعد ما بيها. السيارة ماشية بس 40000، بعد داخل مالتها كلش حلو، القمارة مالتها سودة. نفتح هنا ربيع بس ما نقدر نشغلها، بس أرد أعرف أي هاي هسه فتحت، نشوف الصندوق ينفتح. شباب أنا بالنسبة لي قررت، بعد أنتوا بعد بكيفكم ظلت يمكم، هاي السيارة لازم تكون إنه أكثر سيارة مضحكة راح تكون بالفلوجات هي هاي، كلش حلوة. يا محمد على هالضربة وعلى هالقلب هاي، يا محمد باع القمارة. نعم بيها دم هواية السيارة، ريحة الزفرة ما الدم، ما أعرف أقول الله يرحمك، الحمد لله على السلامة. لا تشوفون اللي شفته شباب، لا تشوفون اللي شفته شباب، يا ولد يا ولد 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 دك شنو هاي؟ السيارة ماشية 115000 بس. شباب شوفوا لي هنا شنو الوجبة. يلا خلينا نشيك الاوبتيمال من جوا. بسم الله عشان وين بصمتي؟ ها سويتش هاي. دعامية خلفية مالتها موجودة، هاي دعاميتها موجودة، ضربتها بس هنا من ورا ما يراد لها اي سحب. يا موديل هاي 2019 ماشي 33000 بس، حلو المايل مالتها حلو نظيف. وهاي نفس مالتنا همين السمارت، بس هاي مو مواصفات شفتها، يعني غير عادي داخل اسود. اوف اسمع 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 ولد
وهسه يا شباب خلصنا من الاوكشن وطالعين، شيكنا السياره اللي نريدها الحمد لله والشكر، ضربتها مو كلش قويه بس مضروب الويل ومضروب جوا الويل، ما اعرف شنو هو بس شغلاتها ما تكلف ان شاء الله وتطلع لنا بسعر مناسب. شباب رجعنا بيوم ثاني، بس هذا اليوم الثاني انا ضايج كلش والله العظيم، السيارة الصغيرة زيدت عليها تقريبا للألف وشوية وفصل عندي النت، يعني من يفصل عندك النت يحترق دمك والله العظيم، هذا اللي صار وياي، فصل النت ما اشتريت السيارة ما صارت من نصيبي، بس اخذت السيارة الثانية، اريدكم تجون وياي وتشوفون هاي السيارة، هاي السيارة كلكم تحبوها بالعراق وسيارة 8 سلندر وكلكم تموتون عليها، خليكم ويانا حتى نروح نجيب هاي السيارة. ليتس جو شباب، هاي مدرسة قريبة على بيتنا تقريبا 3 دقائق، بيتنا يم ذاك الترافيك، وهاي مدرسة مال إعدادية، طبعا اخوي ابراهيم كان يدرس بيها وخطيبتي كانت تدرس بيها، يعني من تعرفت على خطيبتي بال 2015 تتجهها لهنا، والله ايام الحب ايام الزحف بباب المدرسة. راجي ساعة اجي من ناكل هنا بس اسحب، اقول شنو الموضوع، قامت تمطر بعنف. والله اليوم يمنا مطر، اي والله مزين مطرد، على مود يروح كل هذا الدخان اللي كان هنا، اختنقنا بالدخان وكنا محتاجين هيك مطره الحمد لله والشكر، نفس القوه سبحان الله، والله الحمد لله والشكر، رزق رزق ان شاء الله. ها قلنا رزق رزق رزق، اه مزين عبرنا. كنا طيبه شباب، هذا سعر السياره اللي طلعت بيها، طبعا خلصنا يا شباب الاوراق، هسه راح نوقف هنا نشوف ابو اوكرين حتى نحكي وياه ياخذ لنا السياره اللي يم ابو سجاد، خليكم ويانا حتى نلتقي بواحد. يا ولد المطر ما احكيكم، والله والله المطر ما احكيكم يا ولد. طبعا هسه لقينا هذا ابو التوينج، اتفقت وياه ودفعت له فلوس، قلت له انا اريد اروح عندي شغل، قال لي احتمال يطلعوها بسرعه، انتظر لك 5 دقائق اذا ما طلعوها اروح، قلت له اوكي، فراح انتظر شويه اذا ما طلعوا السياره انا اروح وانتظر السياره على ما يجيبوها، لان عندي شغل بالمحل واليوم انا يوم دوام، فخلينا ننتظر السياره اذا طلعت منها 5 دقائق او لا، خليكم ويانا. وين اولي هذا ما يفك ب 30 40 دقيقه هسه، والله والله سبحان الله المطر ما يوقف ولا ده يوقف المطر. طبعا يا شباب مثل ما تشوفون انعطف علي وزينت وترتب شعري من قبل الضلع ابو جميل، ليش تباعته مو انت، مو انت مزيني ابو جميل، عمي رحم الله والديك تاج راسي، عفى الله عما سلف، عفت ويل قلبك، مو هسه يعني ارتب مو حجيتهم. Good morning my neighbor، حجي توم العلم، والله العلم رحم الله والديك على وقفتك مع الصبح، ما قصرت ذهب هاي السيارة، هاي السيارة مو احسن بدر الجاب اراوس، هلا والله هلا وراك، والله جيب كيس مال زباله، ما جيب كيس مال زباله، بان هذا كيس مال زباله. وهاي السيارة الثانية مطببيها هنا الشباب دا يشتغلون عليها، بعد تقريبا ما بقى عندهم شيء، مركبين الباب ما طب اول السياره، ها طب اول السياره جوا انت جوا زاحك كل عشيدك لك مبارك شيدك مبارك علي هوش الف مبروك على السياره، شايف كل الخير الخير مبروك على 5700 شلونك امورك بدر، خل اذكرك ايام قبل 2016 كان عندك نفس هاي السياره، بس كنت مسوي تصريحه عالي وراين اب واحد كان مسوي لك يا اصبح اللي قدام عالي، هذا كان ستايلك، هسه باكر راح اروح اعلقك هذا الستايل الزين، ها شباب بديلكم على السيارة من المحرك، اوكي بعد انتو عرفتوا
هنا السيارة اللي أخذناها. يا الله كلش نظيفة ما شاء الله، جديدة من جوا بعدها. فول ليميتد همي 5700. ها ضلع سجاد ها؟ ما أدري والله. صباح الخير يا أصدقائي، هذا اليوم الثالث من هذا الفلوج اللي كنت بيه بالأوكشن وطلعت السيارة ورايح دا أجيب لها غراض وأروح أوديها. صورت لكم شوية البارحة، مثل ما شفتوا التصوير مو كلش واضح دنيا اليد، بجيت هسه رايح المكان أجيب منه صندوق للسيارة وأجيب منه دعامية وبقلايد، فراح أروح لهذا المكان مع شباب عراقيين أشتري منهم هذا الغراض، وراها أرجع للسيارة وأرجع السجاد حتى أشوفكم السيارة وأحكي لكم على التفاصيل كليتها وأحكي لكم على السعر بالمضبوط للأخير إيش قصر ويا باقي الغراض. شباب مثل ما تشوفون هيك عالم يشترون وجبة كاملة للمعارض مالتهم مال السيارات، بيحملوها بتريلة يسوون وجبة ثقيلة ويشتروها من الأوكشن وجبة كاملة. ما شاء الله من البارحة، والله العظيم من البارحة على هاي الجرة مال مطر، جرة كاملة مال مطر، ما وقفت مطر، سبحان الله. يلا خير خير ان شاء الله، الحمد لله والشكر. غصة طلعنا يا شباب، جبنا هذا الصندوق صار هنا بعد، والباتر هياته بس البقلايد ما خليها تاني. بقلايد 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 وما دون خليت البقلايد. هذا البيك لايت، يعني هسه اموري تماماني ما عندي بعد شيء. يلا يا الله نتوكل بعد لين ما ظلي وقت. تاخرت كلش هنا سياقه ساعه ونص طريق. طبعا هسه شباب جينا شركه شوفر ليت حتى اخذ الغراض من هنا واطلع على الشاب مال السجاد ويركبون الغراض مال ذيك السياره واعطيهم الغراض مال هاي السياره الجديده اللي اشتريناها. خليكم ويانا حتى يجيب لنا الغراض ابو الشباب. طبعا شباب استلمنا الغراض هسه طالعين رايحين على سجاد. اوف الزي الوان والاس اس خوات. سبحان الله والله مطر كلش قوي كلش قوي كلش. هاي بعض السيارات والله ما حد يدوس. طبعا هاي تختلف عن اللي كانت عندي، هاي بها شاشة تجي التبريد مالتها ما شاء الله ثلاجة والله العظيم. الحمد لله والشكر بعد ما شغلتها ارتاح قلبي، لان كنت خايف من الداينامو مالتها. راس قال لي احتمال داينامو على اكثر لان مدى تشحن السيارة، فمن جبت الباتري وخليت الباتري الحمد لله والشكر السيارة طبيعي صارت تشتغل. مشيتها بالفرع هنا ما اقدر اطلع بها على الشارع العام، ظليت امشي بها هنا ما بها جير مالتها الحمد لله والشكر. كلش زين وناعم والحمد لله وشكر. السيارة ما بيها شغلات هواية. نحكي على السعر، سعر السيارة طلعتها من جوة 1750 دولار، التاكس والضريبة والباير فيه وما أدري شنو صارت 2500 دولار، اللي هي 25 ورقة. أبو الكرين جاب ليها ب100 دولار، غراض هسه اشتريت ب300 دولار، وصبغ راح يصير عندي تقريبا ب150 دولار. السيارة يعني كحسبتها أنا تصير عليه ب30 ورقة، كليتها كاملة ب30 ورقة تمشي وتسجيل وأرقام كامل. فالحمد لله والشكر صارت علينا بهذا السعر، ومحرك همي عليها ماشي 119 بس. السيارة ما بيها أي ضرر أي شيء قوي بعد ما بيها. فول ليميتد سلايت جلد كليتها، لأن تعرفون التبريد مالتها لأن نظيفة. اللي عجبني بيها أكثر شيء لأن أنا وحدي شنو أنا كمل السيارة اليوم شنو هوز نيكس ابو البي ام علي من هو ابو شو اسمه علي الصوب يلا. شباب عفوني بوحدي بهالمطر هذا لك شيني هاي هلو ها صديق حتى تشوف دعافيسك بمكان خليتهن. هاي حلوه البي ام 535 اي يوب. هاي شوفر لي تمينا
صار شوية خربطة من بدل الجير. نص طبيعية. هسه واضحة لأن البارحة بالليل كان ماكو ضوء، كانت تمطر كلش قوي. مثل ما شرحت لكم هاي الضربة لهنا راح نبدل دعامية أمامية، والضربة الثانية اللي هي هذا الصندوق ذاك وجبناه بالسيارة، هاي الضربة مال صندوق، والباك لايت هذا موجود ويانا بالسيارة همينة. يعني شبه انه غراض السيارة موجودة، غير الصبغ ما عندهم الشباب، لان ما احتاج غير الصبغ بهاي السيارة. سيارة ما شاء الله كلش حلوة. شوفكم الماكينة، هاي الماكينة يراد لها تنظيف شوية، بقى بس الجير نجربه مالتها ونشوف شلون صارت السيارة تكون طبيعية. انت ما ادري ليش ترجعين، واحد طلعش من المكان ما ادري ليش تريدين ترجعين. با مساعدك على فريم هيك اذا تمشين واضح واغري. هنا باش شباب الضربة صايرة، وداب بين مي مالتها الرادياتر، يعني الرادنا رادياتر هسه. هاي بقاية ميتة هنا، معلومة هاي خطيرة لازم كلكم تعرفوها. بعد شعتنا هنا ما صاير شيء. هسه شباب وصلنا مكانه بالدعاميات حتى نشوف دعامية للكلايزلر، ووراها نروح نشوف الرادياتر. بس هسه خبرتهم على الدعاميه قالوا لي عندنا، تعال شيكها اذا جديده، فجيت اشوف الدعاميه يمهم. هسه مليون دعاميه عندهم ذولي. هسه جينا ويا هذا العطل دا يشوف لنا الدعاميه، هو على اساس هو يعرف بالمنطقه هنا هاي عندهم بالمليون دعاميه. الله لا يكذبني كل دعاميات، حتى ما جي تي ار هذيك اللي تشوفوها البيضاء كل شيء عنده. هسه اخذنا هاي الدعاميه، تقريبا لونها نفس الشيء ما متاكد اني، بس الولد راح يتاكدوا لي من عندها. وهسه رجعنا للمكان ابو سجاد، جبت الغراض للشباب وطيتهم اياه. هسه راح ارجع اني لين معزوم على غدا يم اهلي، فراح ارجع. وهسه يا شباب رجعنا تغدينا وذبينا البريوس وطلعنا بهاي السياره، ودا اروح على سجاد عزل وخلص كل شيء ورجع للبيت. ما قدرت ارجع على حق اصور السياره ذيك صبغها، فان شاء الله على الفلوق الثاني راح انزل لكم السياره شلون انصبغت وشلون كملت وش قد كلفت يم سجاد بالضبط، وش سوى لها وش ما سوى لها. فراح اصور لكم اياها السياره الصغيره الشبي مال خطيبتي ان شاء الله بالفلوق الجاي. وهسه راح ننهي هذا الفيديو لان كلش تعبت والله العظيم، قاعد صار لي 14 ساعه، وهسه الساعه ب 8 العصر، يعني 14 ساعه ب 8 العصر، يعني اذا انام بالوحدة انا قاعد اراوند 21 ساعة. وهسا يا اصدقائي انتهى هذا فلوقنا اللي دام 3 ايام وتعب وارهاق وكلش والله العظيم تعبت، والمطر اكثر شيء من دا اسوق تعبني لان قضيت طريقي كله سياقة روحة جاية روحة جاية، ولحد هاي اللحظة انا داني الفيديو وانا قاعد اسوق. فالله يعيني، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وفعل الجرس، واهم شيء شيرون هذا الفيديو حتى نقدر نجيب اكثر عدد مشاهدات وسبسكرايب قبل لا تطب هاي السنة الجديدة. نشوفكم في فيديو جديد. Peace.